بالنسبه للقطاع ديال الصيد البحري اليوم كان عندنا هذا اللقاء باش نتبعوا باش نحيطوا السيد الوالي وجميع السلطات المعنيه اضافه للمنتخب بالوتيره انجاز الاشغال اللي كتعلق قطاع الصيد البحري. غير الاخبار فقط، حنا عندنا ثلاثه ديال المشاريع. المشروع الاول كيهم اقتناء باخره مدرسيه اللي غادي تكون ملحقه مع تكنولوجيا الصيد البحري بالعيون. هذه الباخره التطور ديال الاشغال هو 10%، وانتهاء اشغال مرتقب ان شاء الله في مارس 2021. المشروع الثاني هو كيهم واحد الآلية ديال المحاكاة للبحر والصيد. هذه الآلية ديال المحاكاة تم التسليم ديالها مع التكنولوجيا الصيد البحري، وهي الحمد لله هي قيد الاشتغال، وكيستافدوا منها نحو 120 طالب سنويا، والحمد لله هي في قيد الخدمة. المشروع الثالث اللي كيهم قطاع ديال الصيد البحري هو إنجاز تعاونية نسوية في أم قريو لجمع الطحالب. هذه التعاونية تم التأسيس ديالها، واكبناها باش تكون عندها الصبغة القانونية ودير الاجتماعات السنوية ديالها في الوقت ديالها. وحاليا العدد ديال المنخرطات داز من 5 اللي بداو النواة ديال التعاونية إلى 50% في الجمع السنوي الثاني إلى 70%. حاليا عندنا 70 منخرطة، وحنا كنهدفوا باش نوصلوا العدد ديال 100 منخرطة في المتم ديال هذا المشروع. وشكرا.